السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في موقع عرب هاردوير، قسم منتدى الشهادات العلمية. إن شاء الله هنبدأ سوا النهاردة في شرح كورس CCNA سيسكو سيرتيفايد نتورك أسوشيت، واللي هو واخد الكود 640802 اللي هو المنهج الجديد إن شاء الله، مستعينين بقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا كما علمت آدم، وفهمنا كما فهمت سليمان، وآتنا الحكمة كما آتيتها لقمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وسبحانك تجعل الحزن إن شئت سهلا. حصريا على www.arabhardware.net، مقدمه لكم محمد اس ان، أو أخوكم محمد. هنبدأ إن شاء الله النهاردة في أول الدروس الفعلية في CCNA. بس ما بين أي كورس لازم تكون بين يديه زي ما بيقولوا كده مقدمة تحاول تعرف فيها أنت ليه ابتديت في الكورس ده. طبعا أنا بنصح الناس إنها تبدأ في تسمع لمقدمة الداينامس للمدير العظيم لومارك، شرح فيها بجمال جدا ليه احنا ابتدينا في الاي تي، ازاي ايه هو مجال الاي تي دوت اصلا، وايه هي المقدمات اللي المفروض يكون الطالب عندها، وايه هي المعوقات اللي قدامه، وازاي يبدا يحلها. فهي مقدمه جميله جدا، انصحك ان انت لازم تسمعها، كمان زي ما لازم تسمع برضو المقدمه بتاعه سيسكو اللي هو قالها في مقدمه CCNA. ليه احنا هنبدا، ايه الحاجات اللي المفروض تكون عندك قبل ما تبدا في دراسه CCNA. احنا يمكن انا هتكلم بسرعه، مش هعيد الكلام طبعا، لكن هتكلم بس بسرعه عن بعض الحاجات. هو قال ان محتاجين الاي بلس. طبعا انت محتاج الاي بلس عشان تفهم البي سي بتاعك ازاي شغال، الدنيا ماشيه فيه ازاي. وان كنا احنا مش هنتعلق له هنتعلق بيه قوي في CCNA، ولكن ده يعني مفروض معلومات ليك انت. طبعا انا طبعا انت لو في كليه اتصالات او كليه هندسه قسم اتصالات او كمبيوتر ساينس، اعتقد انت الحاجات دي خدتها، او لو انت كنت درست اي بلس لوحدك، او يمكن احنا مش هنتعلق ليها قوي، لكن يعني مهم ليك ان انت تبدا تعرف الماشين دي شغال ازاي، او البي سي دوت شغال ازاي. تاني حاجه الانجليش. الانجليش هي اول مشكله اللي هي قابلت الناس اول ما دخلت اعدادي هندسه، ان هو فوجئ مره واحده ان الدنيا كلها اتقلبت انجليش، كل الكتب كل الحاجات الدراسه كلها انجليش. فابتدى اول اسبوعين ثلاثه يتوه شويه، مش يتوه يعني يتعب شويه وهو ماسك المرجع الانجليش وماسك جنبه القاموس وبيحاول يطلع كلمات والمفردات واحده واحده، مع الوقت ابتدى يتعود على الحكايه دي. فلو انت يعني لسه اول مره تتعود على الدراسه بالانجليش، فشد حيلك، العمليه مش صعبه خالص. زي ما لومارك بيقول، محدش نزل بيتكلم انجليزي ولا من يعني بيقول هلو جود باي مش عارف ايه جود مورنينج. طيب ليه احنا ما نشرحش المنهج باللغه العربيه؟ لانه ببساطه هم اصحاب، يعني هي هم اصحاب العلم دوت، وانت بتمتحن بالانجليش وانت بتشتغل. طول ما انت شغال في مجال الاي تي دوت محتاج الانجليش جدا، يعني انت ما ينفعش تروح تعمل انترفيو تقدر تتكلم عن السويتش والراوتر ان هو موجه او مش عارف مسير او مش عارف ايه الاسماء ديت، لان هتلاقي اللي بيمتحنك اصلا مش فاهم ايه اللي انت بتتكلم فيه، وهتحس ان انت منعزل يعني. ولو جيت تقرا بعد كده في كتاب سيسكو، لو انا شرحت المنهج لغه عربيه صرف يعني، لو جيت تقرا ورايا في كتاب سيسكو هتلاقي نفسك مش فاهم اي حاجه خالص. فما تقلقش، انا هشرح لك، يعني انا هشرح باللغه العربيه، ولكن المصطلحات كلها حافظ عليها زي ما هي، وان شاء الله هنحل وهنتعود ان احنا نحل اسئله، ولو في اي حاجه صعبه نحاول نحلها. فما تقلقش خالص خالص من موضوع الانجليش ده، لكن انت طبعا لازم تبذل مجهود، لازم تبذل مجهود. اخر حاجه اللي هي الان بلس. طبعا الان بلس مهمه جدا ليك، ان انت اللي هي نتورك اسينشال، ايه هي النتورك وايه التوبولوجيز اللي في النتورك، والفرق ما بين الباص وما بين الهاب والسويتش والراوترز والحاجات دي كلها. انا يمكن هحاول على قد ما اقدر ان انا الم الان بلس مع CCNA، يمكن حتى محاضره النهارده كلها ريفيجن على الان بلس. طبعا مش هقدر المها بسرعه في محاضره ولا محاضرتين، ولكن يعني هنحاول نعمل ميكسد ما بين الان بلس والCCNA.
في حين اللي هو لو واحد كان درس ان بلس او درسها في الكليه او درسها وات ايفر في اي كورس، ما يزهقش من يقول الكلام ده معاد وانا عارف الكلام ده كله، انت اخرك معانا محاضرتين ثلاثه وهتبدا يعني ايه تلاقي الدنيا كلها جديده خالص. ولو واحد مش خد الكورسات دي قبل كده واول مره يتجه للمجال دوت، يبقى يخلي باله جدا جدا، فالمحاضرات دي مهمه بالنسبه له، يحاول يركز فيها كويس. طيب ليا ملحوظتين قبل ما نبدا ان شاء الله الشرح. اول حاجه، في اي كورس لو رحت اي سنترز بتلاقي دايما في اول يوم او اتنين بيبقى في نسبه ويتنج عاليه، والناس كتيره قوي نفسها تاخد الكورس ومش عارف ايه، بعد يومين ثلاثه دايما يطلع خمسه سته سبعه ويمشوا، تمام. وحتى اللي بيكمل بتلاقيهم في اول اسبوعين كلهم بيذاكروا كويس، وبعد كده الناس تبدا تمل شويه، فتلاقي ايه بعضهم ابتدى مذاكرته تقل، وابتدى ما بقاش يراجع ومش عارف ايه، ورجع تانية رجع تاني مش حاسس الكورس ده في دماغه. يعني احنا عايزين رجاله تكمل معانا المشوار كله، مشوار معانا لسه طويل. زي ما المدير العظيم لمارك كان بيقول ان سي سي ان اي كلها دلوقتي اصبحت انترودكشن للحاجات اللي بعد كده اللي هي سي سي ان بي او سي سي اي بي، سواء انت هتكمل انت لسه قدامك يعني نقول سي سي ان بي بعديها سي سي اي اي، فيعني مشوار طويل قوي، فينفعش تتعب في السي سي ان اي. سي سي ان اي مش صعبه خالص، ولكن زيها زي اي ماده لازم تذاكرها اول باول. انا مش طالب منك غير انك تسمع المحاضره كويس جدا، وان شاء الله لما هنجيب اسئله انا هجيب اسئله واحلها، يعني في خلال لما الكورس يخلص كله ان شاء الله هيكون الباس فور شور كله محلول، ومش الباس فور شور بس لان انا مش ناوي احفظ الناس، لا ده احنا هنحل اسئله كتير قوي قوي قوي، تمام. فهتبقى الاسئله كتير قوي حليناها، والباس فور شور كله حليناها على اساس اخر حلقه ممكن بعديها بثلاث اربع ايام تخش على طول تبقى سيرتيفايد ان شاء الله، وتيجي تفرحنا في المنتدى وتقول انا سيرتيفايد والحمد لله وجبت سكور عالي وكده، تمام. فعايزين ناس تواصل. قبل ما ابدا الشرح اود ان اشكر بقى ناس كتير قوي، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. اشكر الاستاذ لمارك مدير هذا المنتدى، اشكره جدا، هو يعني هو اعتقد ان اي حد في المنتدى دوت هو ليه فضل عليه، تمام. وان هو سمح لي ان انا اتقابل معاكم. اشكر كمان الاستاذ احمد جوده صاحب الشرح الممتع بتاع الام سي اس اي، فيعني هي يمكن انا جات لي فكره الشرح لما سمعت شروحاته وعجبت بيها، واتمنيت ان انا اقدر اقدم حاجه كويسه زي كده في مجال السي سي ان اي، ف يعني اقدم لهم يعني شكري الخاص. وزي ما احنا قلنا احنا انت لازم قبل ما تبدا في الكورس دوت هتسمع مقدمه بتاعه الداينامكس، وهتسمع المقدمه الثانيه بتاعه سيسكو للمدير لومارك. طيب تعالوا بقى واحده واحده كده نبدا الكورس بسم الله. اول حاجه عايزين نتعرف يعني ايه نتورك، ايه اصلا النتورك دي. النتورك ببساطة جدا انت عندك عايز تقدر تاكسس مجموعة من الريسورسز، يعني نقول مثلا ان انت السيرفر بتاعك اهوت، تمام، انت البي سي دوت عايز تقدر توصل